السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل يوم من عصر رمضان بندور لنا شيء، فعاليات واشياء مشهورة ببريد، بنروح نغطيها ونبي نفطر عنده. اليوم بمزرعة شيء مشهور، الكراث، مزرعة كراث، مزرعة كراث أم صيطير، فمن منا لا يعرف كراث أم صيطير؟ كونوا معنا. السلام عليكم. كراثة بسيطير ما الله يجزاك الجنة، الله يحييك. سلمان هذا سلمان، شلونك؟ الله يجزاك. ما ابو احد طالع للبر او راح منه الا ياكل كراثة بسيطير. وش اشر ودنا تورينا الحياض وتورينا السنع والراي. الله يحييك، حنا معك جزاك الله خير. هذا الساجي ما شاء الله، ما شاء الله ما شاء الله، لا قوت الا بالله. يعني مبطين بالنشاط ذا، تذكر هذا انك اخذ من ابوك يعني عجيب. توارثونه 40 سنه الوالد، وبعد ذا انا توليت، فالحين يسوى 30 سنه متوليت. حنا جزاك الله خير، الكراث واجد، لكن ودنا تعلمنا السر. السر طبعا بما لا يجي احد ياخذ السر لا سمح الله من عد السر، لانه السر محافظه على البذر. عجيب. والبذر ياخذ شو اسمها طاقته من الاجواء والارض، وياخذ يعني اذا ما برضه بذر جديد تجيبه تشتغل وتجدده ثاني. عجيب. نعم ما شاء الله. 45 سنه الحين البذر، وحنا في 45 سنه والبذر هو. نعم ما شاء الله. نعم. الحين الكراث ما يصلح له ري وما ري ومحميات والطرق الجديده للري، ما يصلح. لا ما يصلح له الا على الطبيعه احياض. اي نعم. لا اله الا الله. كل ما تحط شوي ما ينفعك، لازم بالكثير. عجيب. نعم لازم بالكثير. لا تحط 100 حوض، حط 200 حوض عشان تغطي السوق. إذا بغيت تحط وشو؟ لو بغيت تحط مثلا 100 حوض، حط 200 حوض عشان تغطي السوق، ويصير الكراث نظيف وطري وزين. يعني لازم واحد يتاثر. لازم يتاثر الشيء الكمية. انا ودي اطب بهالماء اللي تقل عين حمامه ما شاء الله. الحين هذا الحوض ذا توه يعني ما بعد. اي نعم ما بعد بدا الحصاد، توه هذا توه ذا. اي نعم يبي له 4 ايام هذا. اي وذا مثل. وذا مثل هذا ما شاء الله. هذا مثل هذا. اي وذا بعد مثل. اي نعم مثل هذا. يعني كم يبي له الان هذا وينزل السوق؟ يبي له 4 ايام هذا. اي وذا مثل بعد. يا سلام. وطبعا زباينكم الحين كل هالكراث ذا يبعلك انه ضروس حريم. الزباين حريم ولا لا؟ ما شاء الله ما شاء الله. وين اللي بيجلب؟ وذا بعد مثل. وإذا بعد يبي له وقت. هذا اللي جاهز للحصاد هذا. اي زين الامي تقي ما شاء الله عين حمامه. الله الله الله. وين اللي جاهز له؟ هذا اللي جاهز للحصاد. اي ذا. اي نعم. هذا الان خلاص تحصدونها انتم. اي نعم. اي هذا ما شاء الله. يا سلام. هذا ايه احنا هذا شوف الفرق بين ذا وذا. هذا يعني ما يحتاج هذا. لا اله الا الله. شوف وين هاش الفرق. هذا حق هاشم الحين. هذا حصدته اليوم ذا ولا لا؟ هذا بذر الوسم، اول الوسم بادرينه ذا. هذا وشو؟ هذا مبذور اول الوسم هذا. هذا؟ اي نعم. إيه. هذا حق هاشم. هذا مجلوب للسوق. قبل شوي حاصد المهم اني اقول لك اكبر مزرعه ببريد الانتاج الكراث من 37 سنه. عجيب. اكبر مزرعه ببريد. اجل تجرتوا يا مشيطير ما شاء الله. ها؟ عبرنا وكل شيء زينا. ما شاء الله الله يرزقكم الله يرزقكم الله يرزقكم يا رب. الحمد لله ما شاء الله. ايوه اي والله ما شاء الله. الله يرزقكم ويزيدكم. لكن تعتبر اكبر مزرعه انا اشوفها. لكن الكراث ما بهم جامل، يا زين يا شين. امس كراث امس يطير اخذ سمحه يعني مي بالمساله.
كل هالاحياض ذي ما شاء الله تجلب للرياض وما الرياض و... وجدة والشرقية. اي نعم مو شيء راح للكويت. ماشي كراث. اي نعم والله بالطيارة راح للكويت. عجيب. اي نعم. خلاص هذا هو قرينه خليجه كراث مسيطير. نعم. والبذر محمد. البذر نبي نناقشه الحين. الحين متى يتقدم به العمر الحقل ذا كله؟ مدة سنة. يعني عقب سنة خلاص ينتهي خلاص يصير مستهلك. يصير مستهلك يصير نعيشه بس انت اللي تجي. هم تنتقلون الحقل ثاني يعني. نعم. تتركونه يعود عشان تاخذون البذر منه. نعم ناخذ البذر منه ونخليه للسنة اللي بعده. هم تخلصون من شو اسمه المعود ذبرون ثانية. نعم. ممتاز. طيب عندكم احواض معود به به بذر؟ اي نعم موجود حق العام موجود نقدر نشوفه. اي نعم. يلا يا سلام يا سلام. انا حسبه والله ورد ذا اثر هذا الكراث من عود. اي هذا البذر. وش اسمه؟ هذا الزملوق. الزملوق. الزملوق الكراث. ايه يعني العام ذولا كنتوا تحصدون منهم؟ نعم. ايه عجيب. هم السنة الجاية تخلون ذاك بعد يعود مثل ذا وتجون السنة الجاية بذا تبادل مراكز يعني. هاي فكرة. ولا تشرون بذر يعني معناته منك ما تشرون بذر من برا. هذا ورقهم مستين ونص حصده لانه يبي له مرتين باليوم. باليوم لازم ماء. اي نعم. الله جت عاد وقت الرشوه. ايوه سلام سلام يا سلام. هذول لي قاعد بهالبرادات. يا سلام يا ربي الجنة. ريحة لجة حريم الضحى مع هالكراث. ها بس بقى ريحة زنجبيل. اي والله.